زد رصيدك زد رصيدك.
صلي انت بحور. لا لا صلي انت. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. صل 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 الله اكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. يا مقلب القلوب الأبصار. الله أكبر. الله أكبر. اسمع يا مقلب القلوب الأبصار. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله يا مقلب القلوب والأبصار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو جبهك؟ هذا كتاب زيدك فيه. شو الأمور؟ تغديتها؟ أبو عور شكله خسران اليوم. ليه؟ شكله خسران. والله هو ما قال في لحيتي يمكن يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء أو القربة. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته، وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم. يعني كأكثر الناس الحين يمسك لها البيبسي ولا يمسك الحليب ولا من فم القربة. ليه يا الحبيب؟ ها؟ والله لو ما قريت وأنا أخوك رياض الصالحين ما جاك الخصم هذا بعد. لله لله يا أخي. لا أنا أقول لك يعني بس يعني أحيانا الواحد يحترم نفسه بس. يحترم نفسه يعني. جزاك الله خير يا ابو لا أحد يشرب من فمه، يشرب كاش من هم؟ يجون اليوم؟ ما فهمته؟ ترتيب للشباب. يعني لا تشرب اللي تبونه ابو راشد والله 2 لتر مويه تشرب من ثمن تعال ننزل لهم 10 2 لتر ما لا تشرب من البارح قالها ابو حور بعد كاس ها حتى البارح ابو حور يقوله اي ايه ايه بالله هذه ترى لابد منها الربع لابد الكرامه لهم في طال عمرك هنا يا احوار ما لها يقول وباقي الطلي اللي جابوها امس اخوانه ولا الطلي الطلي باقي طليين عاد بدون خير اللي تبون مو بزين العيال جايين وسمع ابوك يعني انا ما اقبل اصلا دابون والله كثر خيرك يا ابو سعد
زدت مهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد مهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها زد مهاراتك زيد زد مهاراتك. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لكم من جديد، الله يحييكم في فقرتكم زد بهاراتك، عدنا للمتعة والفائدة مع أبو علي. فين الورقة حقتك؟ فك المايكات يا شباب كلكم، فك أنت المايك أبو علي، مفكوك أبو علي، في الحي جبنا الورقة جعلني في داعين. أي ورقة؟ حقتك حق تقييم. عندي عندي. يلا يا قلبي يلا أبو علي. عندي. يلا نبدأ، أمك أنت قيم بسرعة، خلنا نفلح. أبشر. يلا حبيبي. سلام. سلام. لو سمحت. أنا لو أسمع. سمحت أنت وجه نكبة، لا عاد تجي عندي في المطبخ. أنا جاي. ولا عاد شو اسمه؟ شو غابك أنا؟ كل يوم تجيب لي نكبة في ذي المطبخ. ليه وإيش؟ كيف ذاك اليوم مثلك جبت؟ أي جبت أنا تربية على قولة الشيبان. خالد حامد يلا حي. السلام من بعيد. الله يحييك. معك محمد بن جخير، أنا ماني ببعمر. الله يحييك يا بن جخير. شوف تخبر ذاك اليوم. ايه الحمد لله ربي ستر وان شاء الله مشيت كويس. لا ما ستر، ما جيت الله مين منشنوني عليك ذاك اليوم. لا لا ما هذا الموضوع غير ثاني، يعني ذيه موضوع انا ثاني. ايه ذلا ثاني. اه لا لا جل يقول ربي ستر عليه من مواضيع الواجد. اني اضبط امورها. وانكتب لي احبك غصب واتحملك احضن الموت لجلك قبل ما اخطي عليك لا تخلي هواجي سلها وتشغلك ويا لا لا يا لا لا لي لا 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 يا لا لا كتب لي أحبك غصب وأتحملك وأحضن الموت لجلك قبل ما أقضي عليك ولا تخلي هواجي سلها وتشغلك وكل شيء أنا لا لا يا الغاضي في يديك لا متى يضم روحي وأنا أتخيلك أحضن الموت لأجلك قبل ما أخطي عليك وانكتب لي أحبك غصب واتحملك واحضن الموت لجلك قبل ما اخطي عليك. ارحب يا طلو. مرحبا مليون. حولك شيء عندنا في المطبخ معنا بكرة بعد بكرة شيء بعد بكرة بعد بكرة يوم الثلوث أجل معنا. مرحبا مليون. أرحب والله. مرحبا مليون. كيف الحال؟ الله يعافيك. حي ذي الوجه. سلمى أمنا كيف الحال؟ الله يحييك يا حبيبي. طيب. الله يسلمك يا حبيبي. تفضل تفضل يا حبيبي تفضل. طبعا أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين زي ما أنتم شايفين هذه طبخة الشباب الأولى اللي هي المقلوبة من أداء وتمثيل ومسرحية محمد المطيري وعلي بن عبد المعطي. ما شاء الله تبارك الله تميز الشباب اليوم وأدوا وتفاعلوا معنا في المطبخ وكان أداؤهم جميل جدا وفي الأخير طلعوا لنا هذه الطبخة الجميلة زي ما أنتم شايفين مقلوبة الدجاج. نروح للفريق الثاني فريق أبو حور وكذلك مقرن الشواطي. كان طبختهم اللحم واختارهم المضغوط. زي ما تشوفون أبدعوا في المضغوط، مضغوط لحم ناقصة بس نكتب فوق شو اسمه وننزل بالعقبة يا أبو واحد منكم قفل مايكه. مرحبا مرحبا ملون أبو سعد. مرحبا ومسهلا شيخ. شلون كيف الحال؟ ساك طيب. ساك بخير. الله حية الحال. ترحيب من حية. شلونك؟
اخبارك؟ مساك بخير. شلومك؟ شو مسوي؟ كيف حالك؟ وراك احمر من هنا. والله عندي حساسيه. لا والله سلامتك الله. الله يسلمك. علومك؟ الله يسلمك. تمام. الله يعافيك. فيصل حساسيه في الجلد. الله يزيد من فضلك يا حبيبي ويخليك يا حبيبي. ما ادري عن الله يهديه. ما كنت ما الله. ايش رايكم يا شباب الطبخه انت؟ انت جملت انت؟ انت جملت انت؟ من نفس ذي لا تجيك والله يا عيونك لا تقشعها واكلها. وبينك غربة كنها الليل ما عدي اذكرنا زمان التلاقي رحل مع النسيان ارحل مع السهيل. كيف حالك علاوي؟ كمل تمام. ابشرك. لا تفرجيني لا تفرجيني. ابشر. لان عيونك تجهرني ما شاء الله. تفضل. ما شاء الله تبارك. هبال هبال هبال. ايش اكثر عمل قريب لقلبك يا علاوي؟ اكثر عمل؟ ايه. كيف قصدك؟ او عمل تتمنى انه لك؟ عمل اتمنى انه لي؟ والله انت كذا سمعني اذا تقدر يعني اذا لك خاطر مع ان من يوم جيت انا المطبخ ما لك خاطر. والله تعبان يا قلبي. سلامتك والله. الله يسلمك. ايش تبي تسمع؟ بس اطلب بس قول لي اللي تبغاه. هبونا شيء نكتب عليه نشخمط على الريال ذي. ها ما قلم؟ والله ما يشخمط اللي عندك. او صح ما يكتب لازم يشخمط اللي عندك. اللي عندك الله يقطع الشيطان. الا يكتب والله فكسر امها. الا تكتب ما يكتب على الجبس. اخاك خليه يكتب رجاله. ما يكتب جربيه قبلك. تكتب بالله. الله حيه. ما سالتك. لا بكلمك. لا 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 ايوه والله ايوه. المهم ابو اشتكت. والله يا مقرم مالك. والله لو سويتها صدقني ما اسويها معك. انا عارف ذا كلام اعطيك الوعد. انا علي طرق. انا كسر ام القفاري. انا ما عندي مشكله. لا 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 يوم ده يطلق. ايش فيك اليوم انت؟ هذا مجنون هذا. خرج من طوره. يا ولد ها هي هذه. انا خبر ابو حور ما يزعل. والله انا الحين ما عليك ابو حركته. كيف ابو حور اسمي خالد؟ لا لا ترى بيجي فتره تتعود. يجي في اللي يلخبط مو بدقني خالد. عجل يا ذا. لا 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 عجل والله لو انك تقيم مسابقه عالميه. سبعه كم احنا ناخذ التقييم؟ سبعه. صدق عقد الشيبان يا عم. روح ما راح يكتب. ما راح يكتب. بدي اكتب. ما راح يكتب. خلي اكتب رجاله لامسكك انت عيونك ذي اكلها اكل. تفضل يلا. ما يعناك انت. حتى المخرج ما يعناك يا مخرج. ما راح يكتب. اقسم بالله لا المخرج. في ما قربتك. والله هي خلاص ابو حاول هو يتحرك. تعال اقول اكتب والقلب دايلك جالك. قطع له هذا الشعر الشين. انت نادعت الكهرباء انت وجهك. لا خلاص هو خلاص. ها ومن بعد ما حد سالك خلاص. مو مستعوب وياك. مستعوب. والله مستعوب. لا 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 سوي سوي ولد. هنا الجبس. هنا الجبس. احبك يا ابو. اي لاف يو. خلاص خلاص خلاص. لا والله لا شك مخك. والله لا شك مخك. اسمه ابو خالد. يلا خربان. ايوه كذا كذا. احبك ونسلم والسلام عليكم. الله والله يقطع من جانب. الله يكسر. الله يجعل يد بالكسر يا رب يا قيوم. ارفع السماوات والارض. ما في شيء ما في شيء. لا مقرن ولا محمد الطيري. ضرب اصبعين الله يجعلها تنكسر اصابعهم يا رب. يا فستق يخرب الله. والله اني احبك ونسلم عليكم. يلا هاي خدمات في الديره. طاير من الفرحه طاير كلنا تكتب موضوع من ارض المملكه. نرحب فيكم خالد اهل سوريا وكل الشباب. مع تحيات شباب في هذا المطبخ. خالد حامد الرمل مطبخ عاد اكفل. نسلم عليكم. ولد انتظر كتب جريدة. امي تقول سلم لنا على امكم. عندكم طماط؟
انكم بندوره اسمع مع تحيات تذكرون تذكرون الاوراق اللي كنا نحطها زمان في البيت جئنا ولم نجدكم اليوم ترى صادم سيارتك تاشوفها خالد وعائلته يا ولد وباذن الله وباذن الله ازوركم عما قريب كيف التقييم يا شوف خطك في الشاشه رايح فيها يا نفسيتك انا هنا اقلب شيطان انا لا لا انا اقلب شيطان اسر يا لتي ابعد تعاود ابليس تعاود العن ابليس العن ابليس العن ابليس يا ابو حامد العن ابليس يا ابو سعيد العن ابليس خلني انا العن ابليس خلاص خلاص ابو حامد ابعدوا خلاص ابدا خلاص خلاص ابو حامد هذه الدباسه هالدباسه راسه هالدباسه ايش كذا يا هذا ايش كذا هالدباسه ابو حامد هد والله ما اطلع جنيت فيها العن ابليس لا لا عليك والله نتفك لا لا ما عليك والله ابدا عليك والله بقي واحده لي بقي واحده لي النظاره خالد انا منيتي افجري شلف السعد عندنا منيتي اللي كسرتها حقك مقرن قل له تعال ليه ما انا همسني حقك مقرن والله ما انت بهي والله انا لك ما عاد عندك 5 مليون لا عندك 5 مليون لا روح وجهك كمل انا وجهك يا عبد الله والله انا احب عبد الله مالك شغل عندها هات هات 6 مليون والله عشان كذا 5 مليون حسب الله معذبك لا لا اقول لك لا والله انت اخذ من فوق استغفر الله لا 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 تورطني ابو حاضر حسب الله على عدوك والله عيت والله خلاص عيد مجنون يا رجل إيه 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 ترى كده تجربة شوف بالله شوف بعد الضربة شوف أوف أوف والله شوف ضاموني تأخذ لك ما ترى تعود تجبس ودوني لا 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 تكفى أبو علي تكفى أبو علي تكفى ما الله أكسرهم كل واحد في فريق ودونكم في فريق واحد بالحرام أنتوا راح أنتوا السجن لا لا والله لا خاف الله من مين والله لو انك انت في فريق واحد انت روح السجن لو انت ضارب تظلم والله منو قلبه اقلمك انت يا قليل خاتم تستاهل طعنتني وخليتني اسال الناس ما حد يكلمني ما حد سالك لا ما حد يكلمني هو ما حد كلمني ايش ذي هو دايب يقول لا والله يلا يلا تعالي تعالي هنا يا قلبي الله بدري عليك الله طلع علاوي يا قلبي طب جريدة انت حلو حلو تعال يا قلبي تعال هنا يا حبيبي تعال هنا يا رب ما تفوزون ان شاء الله ما تفوز انت يا رب ما تفوز انت كيف تنقسم الاثنين ما ادري يا اخي انا ودي فريق واحد والله نفوز انت اعطيت الله ما انا ولا ما قلت فريق نزلنا ولا الله طيب كني بحاول يعني اني اخلي ابو علي يهزمكم يلا عشان قلال الحياه طب اسمع اسمع يا ابو علي خالد مع البرد ليش لا الحق ذي الضيم انت عيني اصابعك سعد طيح الله يكسر الشيطان ليه جاي من المدينه ليه جاي من الجبال ايش تبغى شوف شوف الله يكسر من سواشي شوفوا ايش شوف الخط الابيض من قليل الخاتم تستاهل انت تستاهل تستاهل طيب طيب هذا اقدح يا ابو حامد سهل طيب اقدح يا ابو علي سرعه انت وجهك ذا يا اخي هذا 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 كل يوم ياخذنا في المطبخ يا اخي عدل يا شاكم براحتكم انا ساكت هاي الله انتظرك تقول لي يلا يا ابو حامد مرض وانت تروح ترجع لهم يا رب يا رب هاي الله ابو حامد اذا الحديث من فضه فالكلام من ذهب انا بطيح وانت تسحبني يا اخي والله وتر خالد خالد يا اخي وصلنا ذا الحين اليوم 76 وباقي وش دخل لي وصلنا الى 76 هاي صح وباقي بالله هذا حق احنا نقعد الى نص العصريه وبعد بالورق حقته خلاص اعلن النتيجه خلنا نروح ما تعلن اعطني انا اعلن خلاص يا مخرج انا بقف في الباب خلاص يا مخرج انا بقف في الباب ها ازعجت امي في ذي الباب لا اله الا الله والله انا شرب بس انا هو شرب الحين ايش نسوي يعني شرب خالد تفضل تعال هنا شرب ولا لح طيب تعال تعال هنا تعال تعال محمد اخوان ويحونا يا شباب لا علينا يا والله ما لكم ولا واحد في ذله داعي تعالين يا ابو شلون عندنا يلا يا ابو علي يلا يا ابو علي ابو حامد ما انا ابو علي ابو حامد ابو حامد انا عارف يغلب دونك سعرف اول مره اشوف واحد يلعب عيور ويرجع لك خلنا المبهرات اللي حطوها ما قال يوه ما ذوق بالله هذا شيء ام الدنيا ذوق ملح ما في دوق الستين
خذ من ستين من هنا من هنا. والله انت بالمسمار والله. ما جاك صدفيه يا صابعك. فين الملح؟ باقي عندكم بهارات ولا غلفت؟ كيف باقي بهارات؟ شوف رغم انها طبختي لكن والله ما ذوقها. لا 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 افا هذا خوي. يا رجال ما بالله هذا خوي. تسمم يا حبيبي. بالله هذا خوي على طول. اقدح يا علي. اقسم بالله انك مريض. يعجبني. لا 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 يعجبني الصراحه والله صريح. بيض الله وجهه من امرئ عرف قدر نفسه. ايش قال هو؟ يقول والله ما ادري والله انه نكبه خويه ذا. يعني عارف ان طبختكم ما شاء الله تبارك الله زينه. لا ما ادري عنها. فجر مستلم الموضوع. طيب كم ادري هو مستلم الموضوع. انا عارف طبختكم. ابو حامد هذا مو مهتم ذا. لا مهتم. لا والله والله انا ما زين. ابو حامد قبل ما احبس ادري. قبل تعالى كلكم طبختوا الحمد لله. الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. النتيجه عند خالد حامد. اوكي انتم خالد بهاراتكم زايده وملحكم ناقص. هذا واحد اوكي ثنتين وهذولا بهاراتهم ناقصه. تعال هنا يا شباب علمي يعفاكم. بيض الله وجهك يا ابو علي. النتيجه ادخل كلكم طبختوا. بيض الله وجهك. حط يدك عليك كذا عشان نفرح. ممنوع هذا عندك يا حبيبي ما هو عندي انا. شيله شيله اي شيله روح قلت الله يخرج منكم. هذه الصوره المغصوب عليها. يا ابو علي عادتك شن الحروب اللي تسد ولا نعود ثانيه. يا با علي عادتك شن الحروب هني كسر والله نعود. شو دخلك يا اخي في تقييم يا اخي وش فيك انت؟ تعال تعال مشينا مشينا خلنا نعلمكم سالفة معي. يلا سالفة ما فيها نروح قبل ما خلاص خلاص قضينا من المطبخ. باقي تبغى ترجع لا تقصد روح السجن مرة واحدة خلاص. ابو علي الله لا يهينك ثلاجة جيبها معك ترمس. يعني اذا قلت ردي السجن ايش؟ لا مريض يعني شو الوضع؟ ما ترى طبخاتنا اوكي الوضع. طبخاتكم اوكي لكن فيها بعض الحاجات البهارات اي الله عليك. وهذول ايش عندكم؟ طبختهم اوكي بهاراتنا زايده شوي والملح ناقص شوي. الله عليك. اذا عندكم اخطاء وعندهم اخطاء. لكن لو اعلنت ان الفائز مقرن و مبروك يستاهلون وحنا نروح نعم او مثلا اعلنت ان علي مبروك ونستاهل وهم نعم نعم هذه زمان حقك والله انها صدق بتشلها بمخك والله اشله والله والله يا الفائز من اني اشيل المهزوم يضربه في السجن كلنا. انا يدي مكسوره ما مديني بنصفك لين تروح السجن. والله يده مكسوره ناوي يشلنا. الله لا يحيي يا اخوي انت من فين جبتها؟ كذا هذه المعنويات يلا اوكي خلينا نرجع عشان نروح وانتم كذلك. يلا حتى مستعجل والله انت مبسوط يا خالد والله عشان كذا النتيجه كالاتي. يا سلام. طبعا لا تعطونا مبروك يا فايز على طول للسجن ودوني. اعطونا على السجن ودوني. من هو بس؟ يا مرجان يا قلبي يا صبر الله جبت لك اثنين يردون الروح. الله لا يوفقك واثنين يخلونا لل شايف كنت شايف الليله سماري يجيب الهم الليله سماري الليله سماري الليله سماري. على فكره الفرق بينكم خمس درجات. والليله سماري ايوه الليله سماري العب العب العب. والف مبروك اللي ماخذ 85 اللي هو مين 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 علي ومحمد. مبروك 5 درجات كل عوض والله ما طبق يلا والله ما محمد جيجي على طول بالسجن قد اضرب. والله ما عاد شايل اجيب تريلر. ايش رايك يوجه عليك؟ يوجه عليك والله ما والله ما تقدر هاي والله غير يجيك فرصات الحين. والله انزلاق ظروفي ولا تسحب. احنا اتفقنا ان الفايز يشيل المهزوم. طيب بسحب ابريل لو انا بسحب ابريل. بطيح انا بطيح. لا لا طيح يا ولد انت من نفسك. حتى بالحديد حديد دق دق. لا لا بدك تضر تضر شيل رجله من هنا. والله شيل شيل من هنا والله بتضرك. لا انتبه انتبه والله بتضرك. ما بينتبهوا يا ولد مريض مقرن. هات يدك يا صبر الارض شيله مرجان. انت مالك ولا جبل بيها. قم 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 قم
يا اخوي احنا متفقين احنا متفقين خلاص تفقد يا شيخ ما ابغى طيب طيحتوني كذا يا شباب يلا قدام يلا فرصه سعيده يا شباب شكرا لك التوفيق لكم مبروك الله يبارك فيك ارحب يا محور ترى حي في السيل الله يحييك في بيتك الثاني عجز الله انك ما جملت عجز الله العزيز ليه محور والله ما جملت ترى والله ما جملت دكفك رجال يوجه بالله ويجيبها طيبه من والله ما ادري خلاص انت اتكلم تدري يا مقرن ميدك الملح يا مقرن والله اني زايده بعدك والله اني زايده مقرن يا اخوي معروف اليوم لازم خليه حذف يقطع النحر طيب يا اخوي عشان يجي الرز زدته انا يوم دريت انه يا اخي انت ليش تكذب دايم ليه ما تقول ميدي انا ابغى اعلق اسالك انت ليش تكذب اكذب عليك تقول انا ما تقول انا ما احب الزعشف الحين زعلان انا والله ماني بزعلان لكن لا والله انا زعلان شوف لا لا لكن شوف شوف بالله طلع اذا واحد قال ازعل عليك وجه الله ما تلمس شيء عليك وجه الله ما تلمس والله ما المس ايش به طيب وخسر ما المس والله وخسر وزعل عادي زعل عادي زعل والله ما ارجع له لا تقول انك بتزعلان وانك زعلان يا ولد يا ولد صار المطبخ هذا من المستحيلات اني انجح فيه يا رجال بسبب الدويتو اللي معي طيب انت مقرن والشباب اول مره انت تجي معي و لا نجحنا المره الاولى اصبر المره الاولى قال في الطبخه في لحيتي ودخل لي السجن والله ما زعلت ليه بقى في بهارات ولا خلصتوها خلصت اصبرك متابع اصبر هو قصدك انه متابع اسمع انت متابع انت لحظه انت متابع والله لا وعبد الله ابوه والله استعصم عن نفسه انت متابع انت استعصم عن نفسه انت متابع متابع الطبخه قول الصدق والله متابع صل على النبي انا لحظه نقتله جبت البخاخ نقتله شر لحظه جبت له بخاخ مخدر قاعد يرقص شوي خلنا ناخذ لنا لعبتكم ناخذ لنا لعبه فلان فلان والله لا قام يا جني يرقد يا شيخ اسمع اقول لك شيء اول ما جيت اليوم غيرت لبست غيرت ايش؟ ها؟ غيرت شفت مقرن؟ قلت والله انك جاي السجن والله ما قد قالها لي يوم ولا جيته والله والله كذا قلت والله انك جاي السجن والله انك وجه نحس تدري انه قابلني ولا سويت دخله تذكر حبل المليار تذكر حبل المليار استنى جا فيه وقال اهلي ودخلنا والله اي والله ها شفت جاني سبحان الله متشائم اخترته هذه والله لا يوفق ما هي ذي ما اخترنا ذي الا هذه لعبه جميله وحلوه ورهيب ما يبدي اللي اخترناها يا ابو ما يبدي اني ما غير امزح لا 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 والله اني امزح والله ما ادري والله حلو جميل جدا تمسك بيدي يا ابوي يا ويلك يا ابوي اوه لا يحييك ابو محمد ايوه هذه لا ما يبي والله ما يبي والله احسن يبي والله والله ما اعرف فيك والله ما افجر وجهك ابو محمد ابو والله لا احييك يا اسماك اسماك لازم احط بيني وبين الشبك خليك هناك والله لا يحييك خلاص والله ما عاد ناخذ غيره غرامة 150 ريال وزي اللعب على تقسيم اللعب فين جبت الالعاب انت جبتها من الفرعونية اسمع انا بقول لك والله بقول لك سر بقول لك سر اسمع والله بشاورك اسمع تعال نلفت انتباهكم بان تطعيم اهل الخمس سنوات فما فوق ضد الشلل انه جاء الايام هذه لا ابو هو تطعيم الشلل دورنا لعبه فوق خمس سنوات انكسرت العابك لابد ان تاتون بعمالكم ونسويكم تطعيم ابنائكم من فوق خمس سنوات يتجهون للوحده الصحيه عجل ها ليش اسوي فيك والله انه قاعد يزينها زي الالعاب زينها خصم ايه 150 ريال هذه
ابى اخذها من رصيدك. تعال تعال من رصيدك. تعال 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 هذه اخذها قطره قطره بس يا حبيبي. قطره والله قطره بس. حلوه صح طعمه. اخذها من رصيدك. طيب لحظه انقها نق. طيب قطره قطره بس قطره واحده واحده من رصيدك. قطره يا حبيبي انقها قطره واحده قطره. طيب والله كيف حلوه. 150 ريال انقها من رصيدك نق. يستاهل والله يستاهل اللي خله يستاهل. ما عوضني الطبخ والله والله حاجه حلوه. تعال تعال التايمر بدا. خليني ادق لحظه خليني ادق على الله لا يحييك. هذا وش هي اللعبه؟ دين 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 دين. وش هي اللعبه؟ ها وش هي؟ هذه لعبه كور. وطيب سوي لي مكعبات. شفت العود اللي معي؟ هذه مكعبات. اسمع لا ابي مكعب. شفت العود اللي معي؟ تستاهل. شفت اللعبتين؟ شفت العود العراقي؟ شوف مكعب ها من 10 كور. ما اوريكم تكسرون العابي. 150 زي اللعب. الله من رصيد. ايش فيك تحب تفور دمي كذا؟ ايش؟ ها؟ انا ترى ما ازعل لكن كذا احب انتقم. 150 انا احب انتقم زي اللعب. احب المجادله. 150 احب الحوار الساخن. 150 زي اللعب. لا لا تكفى يعني له 150 تكسر تكسر العاب. ليه 150؟ احنا نروح نسعى ونتعب وندور ونلطف في الزحمه ونطق مشاوير من بيوتنا ويجي اخر شيء ابو حور يكسرها بكل برود. ترحمون عليك بكل يرحمون عليك الله لا يوفقك. ها ودائما يتاخرون علينا يجيبوا نايف. دائما يتاخر علينا يجيب لنا الالعاب متاخره. بالعكس نايف. نايف سبب دخول السجن. يا نايف يا نايف ارجوك ابتعد من طريقي. ما ليش ابتعد من طريقي؟ سبب دخولي السجن هو. ليه؟ لانه يكرهك. ما هو اللي يطبخ ولا هو اللي يقيم ولا هو الشيف. انت اللي قاعد تطبخ والشيف ابو علي صح ولا لا؟ الشيف من؟ ابو علي. ارجوك لا تذكر اسمه هنا. أرجوك إذا بقي في معزة. لماذا؟ بس ليش ما؟ ده وراني. أنا بكرهك. عدمك. أنا بكرهك. سوي لي يلا بسرعة. أنا بترفد بسببك. سوي لي عشرة يلا. الله طباخ ماهر ترى ما تعرفني أنت. والله إني أطبخ والله لو إنه قعود. سوي عشرة يلا يلا بسرعة. أطبخ أبوه لكن. سوي عشرة. يلا. في الآونة الأخيرة بدأت أتراجع. ما عليه أنت. يعني موهبتي في الطبخ تلاشت في هذا البرنامج. ما تعرف تطبخ يا رجال. وين يطبخ؟ لو تعرف تطبخ كما بديت البرنامج انت عندي هنا كل يوم. يلا بالصعب اطبخ والله في هان والله انا كنت تجيبها لعمرك انت. عشر كور ها عشر كور. انا يوم اخليكم تشغلوني ذا من محبه كذا احب اعيش جوكم اعطيكم على جوكم. تدري اني والله تدري ايش اللي يهون علينا الخساره؟ تدري ايش اللي يهون علينا الخساره؟ وشو؟ والله انت نجي ونفلم فيك هنا ونحدبك. والله ما لو ابغى افلم فيك والله بلفجر وجهك. لا افجر وجهك هنا وامكن احتمالا ما تاخذ اليوم ولا رصيد طنخه. يعني على كيفك؟ ايوه على كيفك. وين تروح من صهاد الظالمين؟ سو شوف اضرب شيل سوي اللي تبي. افجر وجهك. لا تدف بس الرصيد. لا تدف رصيد ما في. لا تدف دف. يلا عشر عشر كبر يا عمر. هو بعد معك ولا اليوم ما في رصيد؟ اليوم انا اليوم ما في. اعطونا الفرصة كم اليوم؟ كذا بس. كم؟ 800. انت اللي خاضها من اول وزبطها. ها؟ يا رأ من جدك. انقلها من تجي تسويها. 800 كم؟ لا اله الا الله. السجن 800. ابو محمد. والله بسويها وانا ابو محمد. ها؟ 800 اصبر اصبر يا رجل. اصبر قد بديت قد بديت. لا لا عندي مكعب ثاني مو بزيه. ها؟ تكفى تكفى يا ابو. ايه زيه. زي ايش؟ خذ طوال طوال طوال. يلا مربع تبغى مربع ولا 15 كور. يلا 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 عطني شكل معين كذا. معين شكل حلو كذا. يلا طيب وش رايك نسوي حركه من هنا؟ ترى انا ليه الحين ما مصدق. ليه ما نطول؟ اصبر 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 800 يقول ما انا مصدق. هاي 8 كور. شوف لك واحدة ثانية يلا بسرعة. وكم كم انت؟ ابو 10
يا اخي انت ما انقطعوا عليك بالله بالله, بالله يجي والله 800 بالله والله 800 يجي يجي, يجي مكعب عشر كوارت يا مرجان اني زعلان 800 وهذا اليوم شكلي يا استر ال 800 احنا اولى فيها اسمع صل على النبي نروح نشتري بعض العاب نروح نكوي الفناين الفنينه هذه البدله اللي قاعد يتعب فطورها خلي اخلص البرنامج خلي اخلص البرنامج وخير وش اسوي؟ والله ولا اقعد انا في الطريق انت ولا اقعد خمس دقائق والله لا يحيي 800 هذه اليوم بتوفي والله 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 لا خلي همومي واموري وكلها اني انتصر منك انت ابو علي بس كل اهتماماتي اني ارتد حقي انا ومقرن منكم باقي لك كورتين طبخه زي اللوز انت تاكلها كل بسرعه يا ولد شيء والله شيء ايش باقي اكل ملحي ما انا شايف ودك ان خسرت يا اخي لا تخرب المكعب اللي مسويه لا باقي لا افكر لا لا باقي لك كورتين بس هي كورتين هذا عشان كذا انت بسرعه مو لازم الكورتين نفس ال الله اكبر يا زمان الشقا من عقب ركب النايفاتي 800 ترى انا اليوم مزعلان ليش 800 ليه تدري ايش مشكلتك عندك قلب حنون بالله ايش رايك اليوم لا تدري يوم قالوا لك ابو حور انه خسر هو مقرن انك بغيت تبكي نشوفك على الكاميرا انا مكعب وانت يعني ايش حصل على اساس يلا يا ابو حور باقي مكعب الثاني يلا انت العب وانا بسولف وياك تعال مريا خليني اسولف وياك باقي اربع دقايق تعال سوف نتعب ايه مقرن يوم تقول العب حسستني اني حور ولا فاطمه تعال لسان الله يخليهم لك جالك عيال يا لا لا ما ابغى لسه اخوي جالك عيال يا شجان لا جاني اجلس الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله اسمع لبيه ترى انا ما احبك كذا الله يوفقك كاش الله يوفقك يا جابر قالها قال الله لا يوفقك شاي مخرف صادق في حد يلوم شاي مخرف صادق والله لا أمس لا تلومونا شايب ومخرفين ولازم نعيش الدور الدور ايش شايب نعم الدور وشقه نعم ولا جابر محبة في القلب ما يحتاج ما ادري والله انا احس انك تكره أمس سمعنا جودة حلوة كذا منك جودة حسسني في فوازير رمضان نشهد لي وش تبغى اقول ليه ايش تبغى اقول قل شله قال لك ورد انا انسان محترم ومؤدب وشبعت كفو كفو والله ونعم بالله شوف المكعب بالله لا تفوز والله مكعبه خايس ترى اذا ما فزت انت ما تفوز في ذمتك لا فوز فوز وما يحيق المكر الشيء الا باهله والله يا اخي لا مشكله أبني بيت مكعبات ولا يطول العنب يقدر حامض عني يقول كم سواليف هنا خليك في خويك عشان كعبك ترى أعطني أمس اللي سمع اللي أمس قلته في النوم وش يا وش اسمها يا ربي أمس كنت شايب أدني مو معي مخلف إيه وش وش ما أذكر يا شايل الظبي بين يديه يا سلام تونا تذكرت شايل الظبي بين يديه يا شايل الظبي بين يديه يستاهل الظبي من شاله بلهون يا مغليه بلهون يا مغليه ما اعطيك ظبي الفلا حاله ما طيق ضبي الفلا حالة وغزلك ارتاح مع راعيه غزلك ارتاح مع راعيه يبي على الصدر مقيالة يبي على الصدر مقيالة يبي على الصدر مقيالة يا شايل الضبي بين يديه يا شايل الضبي بين يستاهل الظبي من شاله بلهون يا مغلي بلهون يا مغلي ما اعطيك ظبي الفهاله الله حسبي عليك يا ابو حور وش ذا المكعب يا ابو حور وش ذا المكعب يا ابو حور انا راسم رب عذا ني مدلدله يا ابو حور انا نيه هل
عندك في الموالات هذي؟ ايه هذي موال كذا. موال يا اخي بس مشكلتي ما احفظ يا اخي. حسسني يقول حلك 30 ثانية اخلص يا اخي. ابو موال ابغى ذا يحزن هذا. اي انا ما قلت حزن. يلا انا اقول لك ابغى شيء هذا يحزن. هذا ما قد شفته يحزن. ما يحزن. اي ابغى يحزن الا بس اليوم عصب شفته. اي اليوم شفته مره. اي طلع يكذب يقول انا ما عصب. يلا 10 يلا عطني 10 10 اول 4 كم سويت انت؟ 2 1 خلاص. وقف الله لا وقف كم؟ خلاص وقف طال الجنب خلاص. بالله شوف حسبي الله عليك والله تدري الواحد يلبل تدري اللي يقول كذا المكعب قال كذا تبصدق. لا لا شوف لا لا هذا المكعب شوف هذا المكعب يذكرني بحور. هذه عيشة ابو حور مرة تحت مرة يمين مرة تعرفوا متسابق ابو حور. والله انه شافها يا ابو حور. شوف ذا ابو متسابق ابو حور. شوف ذا ابو علي شوف ذا ابو علي حياته مدمرة شوفها فوق تحت. والله العظيم انه خبير نفسي. شوف ذا ابو علي وذا خالد ذا سويلم وذا انا و... هذا خله معك هذا حقك. انت راضي بالمكالمة؟ شوف المرجان مرجان الله لا حي شوف فين هذا انت هذا هذا هذه انت هذا عيشتك شوف وفوق بس شوف فيها ميزة تتشكل توقف عليه شوف توقف كذا هذا توقف كذا توقف كذا توقف كذا شوف شوف هذا بحور. الله يخرب أغراضك. يلا أبي حيلة البردان. يلا يا بحور عاوني أبو أحللك اليوم ما في أربع بدايتها هذه تعبان ما لا شو بدايتها بدايتها قلبي اللي يتحداني 400 يوم عود القرب قمر 400 لك مبروك بيض الله وجهك اعطيها بدري بيض الله وجهك وانت 400 سنة بيض الله شكرا لك. الله يجعل لك بندقية مضلحية شكرا لك. اقعد ما في خلاص يعني اخذت سالف تزعل ما فيها شيء روح رياضية اسكب 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 اليوم فزت بكره خسرت بكره تفوز بعد تفوز بعد ما فيه. قلبي اللي تحداني يا معود القرض جمر حيلة البردان يا اللي تحفنا حيلة البردان يا اللي تدفنا. قلبي اللي تحداني يا معود القرض جمر حيلة البردان يا اللي تدفنا حيلة البردان يا اللي تدفنا وين رفعي وخلاني يا معود القرض جمر حيلة البردان. فككها ولا ما يحتاج فكفكها. ايه والله لا تأثرت انت بالسالب العين ما تأثرت يا عمي يا معنى ترى هذا شوف هذا شوف شوف هذا والله انا قايل لكم والله هذا ابو حور. اي والله والله هذه عيشته شوف والله العظيم مره فوق في الهنجر مره انا ما انا ما اقول لله انا ما مره في انا ما اقول انا ما اقول لله الله يعين ام حور والله والله انا والله الله يعين الله ادري ما يرد الا فوق الدولاب. لا اله وصحيت يوم كذا طين نروحه تضربني في جبهتي شو اسمها هذه جبهه هذه ولا شو دولابه امشي في دولابه ما دريت انه عادي دولاب عادي فاضي ما في اي حاجه جنبه بس اغراض جنب الدولاب جديد الله يحييك بالعكس انا انظف انسان اي فاضي احب الترتيب الدولاب باقي زي حتى القرطاسه باقي زي ما هو شو 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 اخلاص وفاء للدولاب شكرا لك لا يفوتك منه دولابي بجيد فوزان والله حرام والله دولاب والله صدق فيه يمكن 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 فيه من مجيد الفوزان ايش دراك لا والله والله دولابه اول ما جيت حصلت صورته فيه وقلت خليني ايش اشوت سمعت اعطي النقيض حرام يعني انت حتى المكعب سويته نفس طبيعتك ايوه في الهنجر انا يعني الاطفال للحين تعطيهم يشكل او يرسم تعرف ايش اخلاقه وايش طبيعته وش انا شرس خاصه مع السجنين. المهم نقول ركبت اسنان قريب لا باقي والله تراني عندي مواعيد جر وجهك بوكس سلموا عليه. السلام عليكم السلام كيف الحال السلام خلص سلموا عليه. سلم على من؟ سلم عليه مسي عليه سلموا لي عليه
سلم لي عليه اللو اني بسلم عليه. لا لا مو بذي مو بذي. سلموا لي المري كلمة المري. سلموا لي عليه. أول شيء نقوله أنا والله أحب إن أقول خو يعطي العافية أخونا عزام. الله يستر عليه. الله يسعده ويوفق إن شاء الله. وهذا بداية يقول لك الخير. الرجال كان يقول. ورجال ناجح وما شاء الله شاعر جزء وما عليه. كان يقول لي كلمة وطبعاً. وش يقول لك؟ جلسنا مع نشوان ومزحنا معه الله يستر عليه. وكان فيه مع عطر فبخه العطر شين قال ايش العطر؟ قلت هذا عبق الصباح عرفت. جاء الرجال فقال لي قال اسمع والله فصفك بوكس يدخل في راسك احرك عيونك حركه ذي كل ما قد حمي مجلس ولا شيء قال ايه يعني والله بحرك عيونك الله يستر عليه الله يستر عليه ما خالد بس قاعد اسلم يا اخي يا اخي شوف ده انت في السجن صح هذا يا ولد في بطن حوار اسمع 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 ولد مش انا ودعناك الله شكرا لكم والله ما انا ما ادري طيب والله ما دام خذيت 400 ما بروح ليش؟ بقعد معك عشان شلت ال 400 ايوه عادي يعني شفت محسن منها يا ابو حور سوينا غدا لاخويانا واخذ كل الرجال من خال ما دريت انا شلغبنا كان ب 130 ب 120 انت تحسبنا ب 130 اي لا لا 400 كل رجال يا ابو الله وجهك طيب تامر على شيء بس بروح الرياض واعود لكم سالم ما معك ربع ولا شيء وعليكم السلام ايه والله تعال 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 اقعد اقعد تصدق ذا ماخذ 400 الحين سالم اسمع يا مقرن ابي سلموا لي عليه شيله تسلموا لي عليه تفهم انت ولا ما تفهم يا اخوي يعني انت قاعد تصرفني وانت قاعد تسوي سلموا لي عليه وسلموا لي على اللي ما يا إلى الغياب لا 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 يا سلام محفظة يا أخي ها؟ محفظة والله وليش أنت منشد؟ منشد أقرأ وأغني ها؟ أقرأ وأغني وليش ما تحفظ؟ ها؟ وأعطنا واحدة طيب أنت حافظها بحور غني يا بحور والله هذا اليوم أنت أكلها هو هات 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 ما دام إنها ما يشوفني هات هات لا وش وش رحمة الله عليك واسكنك الله إن شاء الله السجن الله يسكن كل سجن أنا باقي عايش خدمة شيء أنا باقي عايش يلا فدانك الله أنا باقي عايش عادي الله يسر الله يسر فدانك الله نفتح 400 سالم 400 سالم شوف شكله شوف شكله إيه تعال 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 أصبر خلي خلي 400 سالم لا لا والله ما هم خلينك والله 400 سالم اسمع افتح لي باب سيارته 400 سالم حمل حمل افتح لي باب سيارته افتح لي باب سيارته ان شاء الله الله يعطينا طول افتح الشنطة وبعد ايام اصير كذا توفى توفى كلنا بنموت كلنا رايحين الى الموت كلنا رايحين الى القبر الله عشان سيارة دحدرها دحدرها لا 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 دفوني اقول لك دفوني لا 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 يلا لحظة 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 الله لا يوفقكم 400 سالم يلا دفوني هناك هناك الباب ذاك يلا اسمع اسمع بقول لك شوف شفنا دحدير نهوي به لا يلا 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 حرام عليكم لا لا يلا ودوني ودوني الباب كرتشي الله هذول النساء يلا بسرعة فجر وجهك ان شاء الله بسرعة دعس دعس هو ايش منكم فايدة؟ شيلوها شيلوها والله ما اوه اشتغلت طفيها ما فيه يلا شيلوا لي الباب يلا ايش يبغى شيلوا لي الباب يا تامر عينك يلا انت ميت الحين ميت افهموها اقول رده رده يلا افهموها افهموها شيلوا لي يلا 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 انتم ذحين بتصيرون بكره ذولا اي شاطرين كفو الله يعطيكم العافيه وانت ايش تسوي شغال بس لم شكرا عجل امشي يلا بسرعه شكرا دف الله يسعدكم دف والله طيب والله ندف والله شكرا لك دف والله ندف يا امسك الدرمسان يا جثه يا رمسيس يا رمسيس يا رمسيس الثالث طلعون يا فرعون اكتمه اكتمه امسك الدرمسان امسك الدرمسان شرب شرب الله يلا طلعوني يلا يلا لا حول ولا قوه الا بالله السلامة. لا حول ولا قوه الا ارجع 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 ارجع, أرجع.
الجحيم الله لا الله يشراك في 400 ريال هذا الله حبيض والله كفو ما زين من الملح لا زين والله لو اني احش منها بعض والله ما ادري انها 800 مطبخ اليوم والله كانت ابشرك حظي كله لا خسرت 300 فيرست نايت رايلو شفت حظي زين هاتشي فلوتشي فلوتشي البارح 2880 وذا الحين 400 الحمد لله الحمد انت اي وانا اقول شو الرجال بايعها ماني بايعها ذا اليوم ذا يا ولد في مشكله في مشكله اللي انت قلتها في البارح يا اخي في مشكله والله في مشكله لا في شيء والله في مشكله كل ما جينا احنا لا يا اخي مو بكذا في مشكله يا اخي البهارات فيها خطا نوعيه البهارات 400 كل رجال اي هلا ابو زياد ابغى اتغدى ما تغديت ما تغديت خرجنا ما تغديت ما تغديت يا ابو سياف هب لنا ديكة طقني بالدجاجة لا لا دقني بربع فاخذ لا تبارك لي انا توي طلعت من السجن شرب بس تغدى لين اجيك اعطني الفواكه جيب لي خضر سلطه خضر جيب لي اصفر ها 400 400 زين تقدم بس ما ما تغدى ما تغدى الحال يا اخي واكلني واكلني هذا اسوي هذه قبل يقولون غير بخلوك سلامات يا رجال تعال والله غير بخلوك انا وطلال علي ها جهز بيتين ابشر بس سعد جهز اسمك عبود ابشر بس سعد نلفي عليه دحين يا رجال معنا يا طويل العمر السلامه 30000 ومعنا فواكه وملابس ابشر بس سعد يلا السلام الشهراني طلال الوادي اي والله وجهك واكلني اياه تعال هنا بالله واكلني اياه انا والله كنت دعبول والله طيب واكلني بعطيك محمد لا لا ما ابي منها اطنخ واحتزم يا الذيب ها خذ اللي تبغى اي والله بس الموزه خلها يقولون نحب الموز خذ خلاص 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 خذ اللي تبي هات لي خلاص خلاص روح ابى اضبطها ترى حبيبي ترى فاهم هو ما ياخذ اي شيء والله نبغى نغسله ونحطه اللي في صحن زعلان امس اللي انا ما اخذ من الحديد لازم شوكه يا ما ياكل بشوكه الله يبيض وجهك شكله واكلني والله ما اقدر ابجيك ابجيك بن عمره لا 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 وجه الله وجه الله وجه الله وجه الله قلت لك لا توجه يا اخوي لا سلب وجه الله للجنه اقول لك بن عمره بالله واكلني مستحيل اكل بالحال والله العظيم والله ما بق اقسم بالله العظيم اني ما ليبه تكفى قم بجيك بجيك يا اخي ما بجيك انا اتعشى خلاص ابغى اغسل وجهك يلا يلا عجل عجل لا فعل ولا تهادوا عجل خلاص تعال يا مرزوق خش هذه باقي بكره يمكن اسوي مشكله ثانيه معي واحد اجيب له ذي اصلح معه ها مرزوق دسها ها حطها فوق يا ولد طلع زعلان امس ما رقد اشرك بالله يصيح ما هو بصراحه وياك وليده زعلان مني رايقته انا اتوقع بس ماني متعمد انت مزح معه بس انا نفسيه ما دام انه شغال مثل المطور يا رجال صيح ما خلى نرقد في طحينيه يا الذيب طحينه فيه كيف وضعك وضعك كيف هات واحد يا الذيب ناوي ناوي يا اخي النعمه يا اخوي انت الله يهديك يا ادم خلك هناك تعزمني يا ابو حور بعدين تجلس تشرب قابلني الله يهديك ها جيب شطه جيب اي شيء عندك جيب عصير اصفر احمر اخضر بني برتقالي اللي عندك تجيب يلا حي جهز بس يا شر كعبول هو يا كعبول طبعا انا واحنا نصلح بحطك انت الاول قدامي وانا وراك شو بس لان انت اللي بتسوي الصلح
طبعا الرجال زعلان زعلان زعلان. واو تبغانا لو تبغانا ندق وجهه ابشر. هي بعطيك اياه بس عطني كوب. يصيح الصباح ذا اليوم شافني. شكرا بالله. والله. نبى نمر جويز نقضي له. باقي في سيطرة ولا ما في؟ اتوقع في. عطني ماي يا مرزوق، اعطني مرزوق عطني. دام نقضي له من جويز. ايش رايك؟ جهزت البيوت؟ ايش اسمها يلا تشوف. يا دب لا تشكي من من الشبك والتهميش. اقدع. ايوه. اقدع. سلام مرحب. يا المحزم المليان افكاك النشا. من ايش يلتقي؟ ابغى فروت؟ انت شوف اختار ايش. هات فخذ مضبي، فخذ مضبي. هلا. سقفه يا صديق الموز. لا والله خلاص. انت اكل انت اكل. انا اخذ موز موز. هات شوايه. يلا هات. شوف هذا يا اخي شوف. من هو؟ الله يسلط على عدوك. المبادرات يا هذا انا ودي كعبول، معلوم كعبول؟ هذا دب دب. اكل هذا مشكلة اول. انا مشكلة الحين سوي صلح. جنجان جنجان ايوه اول يسوي جنجان. الحين ما في جنجان سوي كويس. ايش في اسم هذا هندي؟ دب. هذا اوه ايش اسم؟ دبه؟ ايوه دبه. علي 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 هذا علي عبد المعطي. علي علي عبد المعطي هذا سوري. ها؟ ولد انت كيف وضعك؟ شو وضعك انت؟ هذا دب 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 هذا دب هذا ياكل عسل عسل فاني فاني اكل فاني هذا موجود هنا معلوم. ايش نيم 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 ايش اسم هذا نيم؟ باك 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 تايجر تايجر باك. ما في تايجر تايجر هذا نمر تايجر باك 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 باك. عطى عطى عطنا بيتين بالهندي. يا باك يلي همشوك وحطوك بين الحدايد. ها انا اشهد اني يوم تعزيت يا ابو حور اني تعزوي خلوها بالك كين باك. اقدح قول قول خلوها خلوها اقدح قول اقدح 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 اقدح. طيب ايش نقضي له من جوال الزلدي؟ ايش تتوقع بيركب فيه؟ والله اللي ودك ما انا هبل هبلها فنيل ناوي ناوي والله اشتري احط له فنيله نعطيه الجنز ذاك اللي على اللي كان مع غازي نعطيه جنز و... كبير ذاك ما ادري فضفاض بس كيف الطف عندك؟ كيف الرش حامضه ذي ترى والله اقسم بالله هذه حق العصير لونها احمر لا هذه اسمها جروب فروت ما عجبتني ما لنا جروب جروب تدرسي ها هذه جروب فروت ايش جاب الجروب عند البرتكان جرب جرب فروت هي حقين هل السكر ولا صح تبيه وين راح يلا اخلص يلا وين راح جعلنا بالعافية هلا فاتكم انا طيب وين راح هلا فاتكم عطنا صوت يا الذيب كابول 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 ابو حو فزت والله ها بشر ايه بشر فزت 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 بمرجان يا ولد الفواكه كل ما تنقص وين راح؟ خالد الضباط
انت تحسب اني خايف منها؟ ماني خايف منها. انا خايف بس يا ليت تجي الحديق. والله خليك ما تخرب. محمد والله ما توقعت انك خايف. لا والله ما انا بخايف يا اخي. ما توقعت شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. انت ما غطيت ذا الكلمة عندك الين اتواجه انا وياك تحت البث الله يحييك. يا اخي وش ذا الخوف؟ انا في وجهك. دخل الوجبة الدسمة هذه دخلها انا. يلا روح. صبرتك انت صبرتك علي. انا طال عمرك انا ابغى لي رجال يقز الدرب. روح. انا ما جيتك عندك ليه عند الباب قبل شوي؟ ها روح. ها روح. اتحداك. اخوي اروح عند الباب طال عمرك. روح عند الباب وافتح الباب يلا. يا لا ما اروح. روح. روح. وانا اخو المغير والله انا خربت ذبحتني يا مقرن ذبحتني ذبحتني يا مقرن انني رجل صنديد شجاع لا اهاب الموت لا اهاب عشان ترتاح وعشان ماني خايف منها بطل الباب وخلنا ادخل يلا رجعت انا يلا بس انا في وجهك منها ما عندي شغل انا لا حلوه انا بهرب من نفسي يعني معناتها تعال كسر تعال تعال كسر تعال ابو عبد الله تعال يلا افتح الله النكام والله النكام بغيت تذبحني انت انا خلاص لاني انا خربت انا ذيك صامل خربت بغيت تذبحني بغيت ياكلني اخو الوجر الله اللي انجاني والله ماني شايف دمي والله انا المنبثق اسم المنبثق يا رجل لا اقطع ايدك ما نزل منها قطره صاد 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 روح روح ارقد روح ارقد يا ابو روح ارقد روح ارقد روح انا حق سالفه ما في سوالفك عندك سوالف انجانا يا اخوي ابو عبد الله طيران صدق هذا صوته خل وجر وجع جويع عبد الله شوف 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 عبد الله يا ولد حنا وين في حنا في سفاري حنا بنت يا رام يجي الاسد في ذمتك وراشد انا ترى بتهدى انا وياك والله العظيم الاسد جهبله يا ولد قام يضرب جايع تصدقين جايع جايع اي بالله شايف المقرن شايف المقرن كيف ارقد الخيمه والله ما اقدر ارقد ما القرم هذا وجبة طال عمرك وتكفيه خمس ايام والله ان الناقة خافت هي بالله اجفلت اجفلت هذا شغال هذا شغال هذا شغال قول لي زين قول لي زين نرفع النخل اي شغال 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 يا اخوي شغال اخو نوير يا رجل تسمعون صوتي يا رجل يا رجل يا رجل هذا شامل جعوني جايب لنا طال عمرك ذا الضواري يبغى يذبحنا نروح وجبات انا ابغى اعرف الحلقه الاخيره وش الفائده منها؟ وش الفائده منها؟ وجع طر الله قسم بالله قسم بالله انه فتح الباب قبل شيء للفهد يقول متى اطلع؟ اسرك بالله تسمرت ما اقدر اتحرك طلع له طلع له بدل ما يلزمه منه والله وجبته جايب له وجبه بعصرك مع اليوم مع من؟ كعبول كعبول يلا انبثقوا انبثقوا بشتري له ملابس بودي جواز بقضي له اقول تبي ناخذ القضاء منه يا قادر لا 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 قادر شجره قادر تبي ناخذ القضاء منه انت طلاب والله العظيم انه معصب مو بصاحي لا بعيد عنه ما يمدي يلحقني والله لو انه ايش شوف شوف يا ملك الغابه انتبه لا تقرب منه يا عبد الله طالولي طب شاي شاي حلافي تعال تعال طال تدري عمره غير سنتين ونص على صغير ما في عمره ما شاء الله تبارك الله شهيده انا اليوم مش خير انت صحيح مش خير اليوم مش خير انت نسيت يا ايش الهبوبه هذه ذبحتنا برد يا ولد قول لا اله الا الله تعملنا لا يا رجال فكنا منه طلع لي كعبول وكان ابى كعبول انا طلع كعبول بس عطني كعبول طلع كعبول نبى نقضي له نودي السوق ابى اشتريك ملابس الله يجعلني تعال قلبه اليوم صلح كابولي كابولي كابول على كجرة تنزل خلاص سار خل ياخذ راحتي لا يطيح تنخرط رجله من سعر رشاك كعبول والثاني طلع لي كعبول طلع لي كعبول ابو ركان ابو ركان طلع لي كعبول لا 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 تفتح فتح حول لحيك تعال
تعال لو طلع ما عاد بيخليك تنزل بيجي روح خلاص 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 بيض الله وجهك قبل ما اسكر لا ترجع خليك هنا لا تسكر لا تسكر لا تسكر انا طلعت القادر هذا ايش يقول طلع لي هذا بلعب معه هذا ما تعال تعال ما يحتاج انا شويه انتبه 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 لما مديده بيجي 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 يابا الاسد ناوي عليه ترى يا حليله هات هات يلا جيبه جيبه كعبول يا كعبول جيبه جيبه لي برا دقيقه دقيقه خلني امغص بطنه فواكه بشاي ابي اودي الاسد هناك حامي ايوه حامي حرام عليك عبد الله حرام زاله 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 في سكر في سكر يلا يلا كعبول 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 خلي الاسد تقوم تقوم شاي الحلافي حلو يلا هاي ابو ركان ابو ركان طلع لي كعبول المخلوق يا ولد يلا شوفني جبت هذا هنا يلا طلعه يا اخي خلاص اذا بتطلع كعبول طلع لي ذا ولا طلع لي ذا خلني العب معه هات 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 ليه ما يمشي هو هات هات يلا 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 اللي تهجم اللبوه صح اكثر من الاسد ها اللبوه هي اللي تهجم قطعها قطعها لا لا قطعها يا اخي ما يقدر ياكل 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 من يدك ياكل من يدك خلاص انا سويت صلح معه خلاص صلح هذا باقي بنشتري له ملابس كعبول لا لا خله 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 ياكل ليه ليه دسوس يا ابو الشباب يدي مجروحه اه تفرك وجهه كعبول صار الصوت كعبول يا عمره يا كعبول العالم كله ما شاء الله عليه وسلم بسم الله ما شاء الله والله كله على حبيبي الحين صلح اشتري لك ملابس الحين صلح لا قد الاصبع نصفين جويلز ترى ما يدري ايش راك لبسه من جويلز والله يعني يدري متى ما وصل اصبعي يردها ها لا ما يحس يبلعها نص الاصبع يبلع بس اصبع كامله لا يحب الفواكه ها البرتقال حامض شو وضعه معه؟ ايش عنده؟ طيب الاسد الاسد ايش ياكل غير اللحم؟ يا طيب والله انه كيوت ترى يا طيب ياكل بالشوكه طيب والله ترى محمد والله اني اسالك سؤال صح ايش ياكل غير اللحم الاسد؟ ما ياكل بس ترى ياكلونه معلومه حلوه ياكلونه اللحم الناضج ما يعطونه هنيه لا لا مو بدايم لا يعطونه هنيه لا بس يعطونه بعض الايام لحم مطبوخ قليل جدا ليش؟ كعبول اي قول لي دجاج صح كعبول كعبول اوادم متسابقين ويفرمها مدربين ياكلون ياك دقيقه دقيقه ما شاء الله والفهد ابغاك تعرف الفائده ليش اجينا ضمن انا جايك اسالك السؤال ذا وش تبغى؟ عشان نبغى له واحد من المتسابقين والله اللي يطلع برايم خلاص اللي قطع ابراهيم اعطيه كيو يا اعطيه كذا ترى ما يقشره اعطيه خله ما يحله هو في بطنه كعبول خله 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 ياكل ولو ولو انت خبل انت انت خبل انت ايش جاك تلعب مع طلال انت وخر وخر يا عبد الله وخر ترى اخاف منك ليه بعد تخوفه هو ياكل يخاف والله شوكه بعد والله اتكيت كعبول دلوعي ذا معليش لو مسحت على ظهره عادي توالف والله ما مزح ليه ما شاء الله عليه قادر عبد الله تكفى شوي عبد الله ترى عبد الله اولف الرجال عبد الله عفج ابغى امون عليه الرجال يتوالف معنا باقي بنشتري ملابس ابغى امون عليه اول ما جابه لنا مزح كف وقال ملطخ كف انت انت قوم تهبد شرب اسمع يلا هكذا وقت اللعب ويلعب كذا يلا الحين اسمع ابغى اسالك سؤال ابغى اسالك سؤال خلاص خلاص قم قم ليش ما تقصون اظافره
ها؟ ما يبغى يبغى ياكل يبغى ياكل. دوع يا دوع. خلص كل شيء قدامه بعدين يمشي في البحر يقول لك. والله. خله خله ياكل. عيش جوك يا الغثيث. تبغى عسل شدر يا طيب. سلطان سهل يقول هذا غثيث. يلا تعبون كلمة ايش اقول له عشان يجي؟ ليه ما تهب له فاين؟ ليه ما تهب له فاين؟ فاين رجال خشمه مليان حشرات. تعال 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 تعبون تعبون. وننتقل يا عمي دلع دلع يبغى يمزح ها؟ والله يا وجه انا وجه هو متين هو ولا شعر؟ متين ايوه ايش ياكله بعد؟ لا 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 فحس في عقلي بعد في عقلي فحس ما في جعل مش وجع 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 غثيث ومروح. انا شفت امس مع شامبو ضد القشره. والله القشره يا ولد العب ابو محمد. دقيقه دقيقه يلا ها افا يعني انا اللي اعطيته والله افا والله انه فلاوي واحد رهبه الكاميرا والله انا خايف منك والله كذا بس يعجب الحركات ايوه 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 الحين الحين كيف طريقه الدغف كيف ادغف هذه مزح كذا بس مع اكل يبغى يعض يا اخي خلاص اصلحنا معك يا اخوي انا ارتاح لك ارتاح طب انت يبغى يمسكك تعال كعبول كعبول وخر عبد الله عبد الله تعال هنا تعال كعبول والله اني اعطيته ركبه في صدره ابغاه اشوفه بيتوخ ها كعبول والله من الدواء في بطنه والله من الوصاخة قال والله من الدواء في بطنه قلت والله من الوصاخة في وجهه كعبول اي عندك يا ادغف ادغف كذا اي هذا يدغف كذا يا اخي انت خوفت قبل شيء بيخاف امون عليه امون باقي تمون عليه خله 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 بالله مبسوط يعني ما هو معصب الحين خلا خلا باي يقوم عشان يرقص معنا والله عنص عنص يرجع نشبه في نحرة نشبه لسه خمس خمس ضربات خمس ضرب خلني أدق خمس لا لا عاد السلام عاد السلام تعال 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 كعبول 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 نفسه يأكل حتى من نفسه إيش بلا هو باي واحد باي واحد دقيقة 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 عبد الله كعبول دقيقة ها كعبول ها ابغى يقوم عشان يرقص خمس ضربات امزح امزح يا والله خايف احس خلاص انا كم عد لك مع عشان طيب بسالك سؤال هل هذا شعر ولا هو متين صدق يعني ما هو ما يلعب عليه شوف الاكل اللي فيري غادي في شعره خلي خلني اشوف بطنه شعره نصبه كفك يلا يلا اشتري ملابس يلا يلا قفل دقيقه دقيقه خلني انبل اصبع لحظه ايوه اطلب دقيقه يلا انا ابغى لحظه راح نشتري له ملابس كفك كفك هو يبغى ياكل هذه لا كعبون كعبون امسكه بيدي انا امسكه برجوله نلعب فيه شوي يلا يلا امسكه عشان يتعب لا لا عادي عادي خليه خليه ايش ايش ذي اوه لا غطها خله خله بيشله هو ايش الفتحه ذي دقيقه بحور تعال شله شله معي خلنا نلعب خيشي خلي يخلص هذه خله خله ياكل خله ياكل حتى وقت الاكل والله ما ادري والله ايش منك ايش منك ليه الله اكبر عليه انت انت امسك كذا كذا شوف يا اخي اصلحنا معك يا اخوي ما تفهم تعال تعال كعبول 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 كعبوب كعبوبي كعبوبي حبوبي عادي عادي يا اخي انا خايف يا اخي يدي خذ يلا شيل بيديه وبدل شيل برجله هذه ما يعضك ها يلعب يلعب امسكه وابعد عنه المايك 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 واو لا 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 اي والله يلعب شوف والله اني عرفت له شوف خله 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 ارقص معنا ها شوف 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 والله انه حلو والله فله يا فله رجلي لا لا كعبوك
كعبوبي كعبوبي. طيب خلنا نشوف خلنا نشوف. دقيقة دقيقة. كعبوبي كعبوبي كعبوبي. خلني أحط يدي أشوف. لحظة. أيوة كذا تحت تحت. لعب لعب كله. أنا أوه أيوة لعب. شو؟ الله. أخره ما يعب. الله أنك مضاغة. لا تضربونا يا عيال ايش رجل 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 خله 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 يعض يدي عنك منك خله خله وخر وخر والله انقرت في رجلي شي خلني انبلها زي محل مطلع الله لا يحييك طلع حاجات ما هي كويسه طلع ضغط عليه وطلع طلع الكيو الكيوي زي ما طلع الكيوي كيوي شوف لا شوف شوف كعبوب كعبوبي شوف بخرج الحذيان الحذيان ابو حور عشان الرجال اللي تحت شوف 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 يلا يلا بشريك ملابس يلا يلا بابا شيل الجواز او ايدي 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 ابشر بالعوض يلا بابا كعبوبي 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 والله انه استجمر يا اخي امسك امسك يدي امسك رجوله استجمر بثوبي والله استجمر يا عبد السلام شيل رجوله خليني اشوف لحظه شيل برجوله خل خليه ياكل يدي خليه ياكل يدي امسك انا امسك يدي انا ارفع رجوله يلا روح وديه كعبوبي 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 لا طيح لا طيح لا اصبر لا طيح لا طيح انتبه يا ولد تطيح على البطن يلعب فيني ها تات بالله بالله يعطوني جوي لا فداكم تكفون دقيقه تكفون يا رجال هي لا 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 خلوني معه شوي عبود يلا يلا دورك دورك دور. انا ذا الحين لازم اروضه يلا لا يلا العب لو ما كذا كسر ظهر اضرب على رجله تبغى اسمع الكلام اضرب على رجله لا ما يمزح معك يلا تمري تمري الصباح يلا يلا 1 2 3 4 طفش طفش طفني 3 1 3 4 يلا يدي تمارين يد 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 دقيقه لحظه لحظه دقيقه شكو برجله ودور له دور له دور له ليش قالك ابو حور 250 الف دور دور بلك جنس تنتك تك تك خل خل عشان يدوخ دقيقه دقيقه اعطي 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 رجله اعطي رجله اعطي رجله اعطي رجله دقيقه دقيقه اعطي رجله اعطي رجله يا دايخ كم هذه كم هذه والله دايخ شوف ابو حور ابو حور ابو حور دق يا ولد يا عمري خلاص اصلحنا كفك كفك اصلحنا 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 يا كعبولي خلاص كعبولي خلاص والله العظيم انطلق الحين نروح نشريك ملابس اي بالله جيب الاسد خلينا نمسك جيب لك ملابس ها اي والله اي بتجيب الاسد شباب شباب خلاص الاسد مع بحور يلا بحور مشان نمسك الاسد مع بالله بالله خلني خلني شوي نبدا يلا بالله خلني شوي خلني اروضها شوف شوف ماني بفرص عشان ما اطلع دريب كريب يلا يلا عشان راح نشتري ملابس له جويل خلاص ما عاد في وقت يا ابو حور يلا روح جويز نشتري ملابس نقضي له لا تمسح وجهه مسح وجهه وجهه لا تمسح لا بس 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 دوري 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 انا دوري 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 انا عيال دوري دوري خلاص كعبو 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 اني طاح معك كعبوبي كعبوبي اسحب اسحب السلك منه يقلع ابليسك كعبوبي كعبوبي دقيقة طلع تبغى تمسك رجوله ايوه المايك دقيقة مايك قروش خل خل دوري دوري انا بامون عليه حركة واحدة حركة انت بس ترى وراك الكريب تعال شوف شوف الكريب ما ادري ايش اسمه امسك امسك وراك ابغى اطلع هذا رجولي كذا فوق اشوف بعد 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 بحور يلا يلا لا 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 يا لا 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 يلا لا 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 انتبه راسه باللمبه اسلم يحب اللعب ها حتى تشوف انا بقدر ايوه هذا شيء غيره جيت بعده ما جاكم شيء بعد بعد عصر يا خواب هو خاصة إن صار عندك يعني أنا أدري ما يجينا شيء إنك رجل شهب رجل مغوار رجل طلع عمرك زي زوم خشمك فوق يشم الهواء الله يعزك ويبعدك عن ديرتنا ما غيره شيء لكن هالف أخوك هذا هو اللي يشغلنا طيب والله أنا والله إني حليل دابة سليمة أكتب هذا حتى النمل يوذيها أكتب مبادرة أكتب أمورك حنا مبادرتنا شوفتك الله يطول عمرك جالس كذا في الهواء يا زفت والله يا زفت باقي خمس دقائق قاعد عيش يا مروح فلوتشي صديقي يا جد باقي خمس دقائق والله باقي 20 دقيقة الصراحة هذا عوافي
لا تكون أناناس أنا يوم عارف بغيت أجلس أقول لا تكون أناناني يا أخي محمد شارك أخوياك واكتب معهم لا أنا ايش قلت له؟ قلت له حبيبي احترم المنافسين اي صح تصير تكتب من بادرك لحالك يعني تفوز علينا خمسة احنا سلطان السلي الحالة على العشرة هذا سوون حق النصر احنا ما نسويها اجلس اجلس فيها شوف اذا بتنادي نادي اخوياك يكتبون معك انا امشي ما اكبر تكتب لحالك مو على كيفك انا متكفل مو على كيفك انا متكفل لا بالامر وش متكفل بالامر ايش دخلك انت ايش تبي؟ راح هذا الشيباني خليه يكتب يا رجال اكتب مبادره زي الناس اكتب مبادره زي الناس عشان تاخذ المركز الاول على قولتك لكن ترك ما انت منافس لنا اصلا انا وسلطان يعني فريق قوي شوف حلو بس فريق لا وزيدك مش عربيت مع خالد الشيباني يعني المفروض تجلس مرات تمشي. في الاسبوع كل واحد كل يوم جالس هو اصلا لا انا اتوقع عطشان هو توقعاتي هو عطشان يحب ان, إن مبادرتك هي باذن الله انها راح تاخذ المركز الاول وبعدها باذن الله وبعدها والله يوفقك بس بدون رجل تخاف الله سبحانه وتعالى الله يوفقك محمد طيب يلا لانك مع السلامه والله خلاص انا بمشي انا والله بدون رافس بدون شيء انا بروح الله يعيدك يعيدك شو بلاوة والله ابو حصه شلونك متغير يا ولد تغير نفسيا شلونك متغير ليش الدرجات شلونك متغير خلاص تفوز يا اخي شوف والله انا ما راح امشي انت شلونك متغير والله صار منفس خلاص واحد والله قشط والله اثنين والله اصبر اصبر واحد اثنين لا يوه واحد خلاص خلاص راح والله تعبان بمشي خلاص الله يعينك والله تعبان اصبر اصبر يلا يلا بريق على الشيء بريق لا يقع الشيب الشيب صاحي يا حرام عليك يا مروح ما بشيك يا ضبعة تكعب أطبق عيرك ضفدع واحد اثنين الناقة ثلاثة واحد خلاص ها اثنين ابو سعد قش من هنا الحوار انا اجرب روح حوار انا اجرب الله لا يعيدك يا ابو قضى الماء وبشر قضى الماء قضى الماء عطني موي عطني موي جاء هذا جاء هلا جاء جاء ذا خويك حد خل كعبوي 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 بس خلاص ترى طابك تعود الشباب بلسين بالريال يجيبون دبل معي يا اخي ترى هو وخر 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 فكر اه يجي يجي عضها عضها لحظه 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 خلاص تعودنا عليه خله تكفى يا عبد السلام خلني اشيل الاجواز عبد السلام تكفى خله فوتي امسك 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 يلا جيبها جيبها بقضي له بقضي له امسك وانت عوي بالله يا ريح وريح ما يا اخي ايش على شيء يعني مقضي من نكتار وجاي مروح انا اقول انا تعال شوف كيف النظافه عشان الحقني خلوها كيوت يا اخي امشي خلنا شباب يلا يلا كعبون 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 حبوبي كعبوبي حبوبي كعبوبي حبوبي يلا حبوبي حبوبي تعال حبوبي دخل دخل في جوال دخل شله شله ما عليك لا يشوف الدب ذا صورة الدب يتأثر والله يتأثر أحس بأخوانه استغفر الله كعبوبي سلم معي يا عبد السلام تعال 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 لا اقول حتى 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 ايوه واو اشرك بالله اوه خونت مرض صدري مرض شوف 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 اوه صادق في دم في دم اخطف اصبر اصبر شله 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 جيبه جيبه جيب لي شوف لي ملابس حلوة ها هات هات شوف لي لبس أنت سمعت جيبه 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 أعطي فنيلة كبيرة هذه حلوة ذي تعال شوف مقاساته جيبه جيبه عشان شوف مقاسات حقته تعال تعال أمشي 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 إيش المقاسات اللي هنا إيش يحب لون إيش هو يبغى لون ايش قل له اصغر مقاس له اصغر مقاس تعال 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 هذا يجي عليه هذا اصغر مقاس ما قدك يا حبيبي نقضي لك من جويلز ولك تخسى تدخل جويلز مره ثانيه
لا يطلع لا يطلع سك الباب. كم هي هذه؟ عشان يجي على البيع. كم المقاس هذا؟ المقاس مديم. مديم؟ ايه. ما في صمون؟ لبسها لبسها. يا قايل لك ابدلعك والله ضبطك يا حبيبي بس خليك معاي. غدا وغديناك والحين لبسك ما قدك. البس البس. يبغى ياكلها. ما قدك تقضى من جواز يا الدب. هذه خليها من ورا ولا من قدام؟ لا من قدام هذه. امسك يدينا. لا عهده. ها عهده. في سروال؟ لبس له سروال؟ جيب له شورت. لحظة كعبول. كعبول. كفو. ها؟ خله خله يلبس. ويني؟ ايه كعبول. يلا خله يوقفه. يلا تعبوا كابول. امسكها عشان اضبط الفنيلة عليه. امسكها كويس. تعال تعال تعال. يبا حلا ياكل حلا؟ ياكل حلا تعال تعال تعال. الكتابة اللي وراك. لا عادي عادي كابول. عطني حلا عطني حلا. حلا مرة. أوه لا تعذرني أنا. تعال إيه. لا لا مو دم مو دم. حلا من ركن القصيم تعال. تعال تعال. خلاص خلاص لا يخش جوا المحل بجيب له خليه هنا. اجلس. عطني عطني حلا. اي شيء. اي شيء اي شيء. ياكل اي شيء صح؟ هات. تعال 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 كعبول 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 ها كعبول الشيخ عقاب ونعم كفو الشيخ عقاب انا الشيخ عقاب المنبثك ونعم اول ما تسلط على المنبثك ليش؟ هل تدري ليش؟ لأن هذا آخر أسبوع عندنا لابد من الانبثاقة الطيبة الشرافية. الانبثاق يعني الانكباب. الانبثاق يعني ينكب صح؟ اللي ينكب مثل الماء. ينكب يعني محمد بن عمرو انكب انكب طيب اتكب يلا انكب خليني اكب انكب أنت اللي جالك تنكب ليش؟ عبود عبود ايدك ايدك يلا يلا أنا أقول ماني أنا جبل أنا جبل صعب على الناس ترقاه ما هو يبروض كل من جاه كفو يلا عطني امر عشان امرك عبد الله وجيغم سم قز لي الدرب قدام امرك بعدي حي العيل والله هذا شاش راسي خل وجهي سم قول انا جبل الشيخ هبتها الشيخ قول انا جبل انا جبل صعب على الناس ترقاه ما هو يبروض كل من جاه وجه لهم اوامر يلا 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 والله انت قدحون في الاسبوع انا ماني بابن عمره اذا ما قدحتوا طلال يلا وجه له انت شهر من اول مضلي معي ابو وادك تستاهل اسمع قد ايه اسمع ابو راشد قد ايه اسبوع خلينا نخربها ها اخر اسبوع نخربها اخر اسبوع نبغى نجيب كل شيء والله اقسم بالله تقدحون القرارات اللي قبل سويتها اسمعون ايه القرارات اللي قبل سويتها عكس كلها اسمع انا بعطيكم التوظيف بحطه في ايديكم نبغى قرار تاريخي وتسليم الجوالات المتسابق ايه ايش 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 قرار تاريخي تسليم الجوالات اخ وجه سم جات ابو راشد اشهد انه قرار قوي ذا تدري من الموظفين تدري من الموظفين اخوان اللي بيجون تخيل هذه ليه هذه فيها شو اسمه فيها رصيد اخوان اللي يجون بدون رصيد اسمع عطني الملعب ايوه ما في يا سلام موظفين القريه اسمع عندنا قرار والله عندنا قرار استبعاد سامي الجوعاني لمده اسبوع ما يدخل القريه ايش اسمه حط هوا حط لك هوا حط لك هوا 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 دسه 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 ورا المسند حط 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 ورا المسند الحلا 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 طر الله جيبك عاد بقى لنا اسبوع وتعال الجوائز وتقول الله يحييك وين طلال؟ ما طلال ما هو بهنا راقب ما موجود ما عندنا متابقة طيب يلا خلنا ناقش انا وياكم قرارات لازم تكون فترة رئاستك تاريخية انا شوف اول حاجة ما مسك الختام انت يمكن تجيني
يا ابو وجه مزيون وتستبعد سالفه تسقط عليه وتاخذ الشيخ وين هلا هذه بهرس من ذي ومن ذي والله ما ندري من حولك ليه انت بحول اعطني يا ابو ناصر يا كابتن تراك داخل برايب ها تراك داخل برايب مس امس يا ولد جننتونا بالدب ذا الله يرحم ابوك ناصر عطني يا ابو ناصر والله مقاطع الدب ذا انا اكثر من مقاطعي عطني عطني اخر الليل دخلوا شبكه ناصر اسمع اسمع حبيبي خلي اسمع توك على الله انت وش القرار اسفل انت نكمل مشي خنت دقيقه مشي وش يقول ابو راش وش القرار شوف سواء كانت عندي ولا عند غازي احنا نبغى الاسبوع ذا يقدح اي قلت لك والله اقدح اسمع خمسه الشباب اللي جايين نوظفهم والله ما اعطيك لو اكب هناك لو اعطيني عبول ذا ما ادري عبول عندي بيني بيني معمول معمول بيني بيني كيف صبر على ذا ترى احنا ما تكلمنا كيف صبر على ذا انت يا اخي ما ادري هذا زماني معمول من كيف صبر عليه انت طيب قولوا لا اله الا الله يا رجل فكونا منه يا رجل تكفون والله ما فيني حيل اقوم قادر اسمعني انت وش قلت لي خمسه خمسه اسمع الله يبيض وجهك يا ابو ناصر قاعد اسمعك يا اخي دبلية ذا ازعجني اسلم قرار اللي ابو ناصر وش من عندي سبعه الموظفين اللي جايين منه انا بيعطي عنده يا سلام زين ابو ناصر اول جوالات ان شاء الله باذن الله سنطالب فيها مطالبه تامه وقويه جدا يا حلالكم نكتب في الجروب جاي ترى بكبها في قهوه نكتب في الجروب والله القهوه حاره رجع الشب القهوه حاره فكني فيه قسم بالله بكره نهايه البرنامج دعموا لنا شل دبك ذا مني والله شل دبك والله لا اشرب القهوه تبغى علاء يا عيال شنو مكم معي جرب مكم معي مرض مكم معي شيء ليه ناقه والله اقلع انت وياه اوه قرط لا لا قرط لا اسحبه 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 يا رجل فكونا من الزفت هذا والله لا شوت برجل يا غازي ما بجيك انا امس كنت اخذ منه تعال تعال شو 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 قادر قادر قيدو قيدو فكنا في يا بعدين عطيناها ابر ابر معلي امان الله يا عيال احد يغلط عليه قسم بالله خربتوا جسد زينك لو انك فروه خله 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 والله بيجي غالي تعال تعال يا طلال مشان مشان اصلي بس خلاص مشان مشان انا بروح اصلي خلاص يلا البيت يلا البيت يلا البيت يلا البيت تقدر تسد عليه يلا وراك 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 وعندي وراك تشتيني خله خله بيطلع بيطلع بطلع خلاص يا اخي ادو الشبك والله ادو الشبك طلع 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 دقيقه خله خله في الليل صايح ما يقدر يخلينا نرقد والحين مزجنا والله في الليل صياح جيبها 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 عند غازي شوف يا كحول لا قبل كلمه يلا يضحك وياه جيبها جيبها عند غازي والله ما يسوي شيء غازي انا امس كنت اخاف منه بس ما فيها عادي خلاص فكري منه يخاف ولا ما يخاف انا ما ابي هناك هناك يا ابا يوقف تعبون هنا هنا ابى اللعبة والله يقول ابنيسك يرد عليك يقول القدر يرفع وسلي في يدك يقول وسلي في يدك قادر خله خله شوف 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 كيف شوف كيف يرقص صح ايوه يا رجل تصخ المجلس يقول وسلي في يدك وسلي في يدك شلها لا لا اعطني هاك طلال هاك قهوتك هذه قهوه بالدب شوف الحلا هذا الحلا خلي يا ولد ايه يا ولد دلة اخ نوره احراق الله لا يبارك لا احد يزعله والله احد يزعله خلي حلا خلي حلا خلي خش شخص عطى الحلا خلي ياخذ الحلا تعال تعال خلي يا عيال تكفون طلعوه تعال 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 ملبس فنيله بعد خلي ياكل خلي ياكل الله يقلع ابليسك خلي ياكل خلي ياكل لا ياكل لحظة لا لا تكفى كريمين فكر مين فكر مين كعبول كعبول دعبول معمول كعبول دعبول معمول خلاص خلاص شيله نودي هناك بابول طلعوا طلعوا دعبول يوجه الفلس خله ياكل يا اخوي خله ياكل العصرية برعاية كعبول لحظة انا بمسك بمسك لا ادخلي يقوم علينا يعود عليك يلا 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 يدعبول المعمول محشور امسك برقبته هاك اسوي تكون بعد اقدر جيبه 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 عند غازي جيبه امسك امسك خلاص ترى يزعل ترى يزعل يا ولد ترى يزعل يا حلو يا حامي عنا بنزع عن نفسه احنا دوب نداري خط رواد بالصاحب يا ولد قادر انت يا ولد تعال 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 احلى لقطه انا احلى لقطه انا ما تشوفها لا لا تكفى يا ابو جليغم تكفى لا لا تكفى والله ما فيني حل ارجع ترى وش والله قررت جلستك كعبون كعبون لا زفت فكري منه طلع انا في تدربه تقول صحن ايه والله كنا مقرين لابس لا لابس بدله يا ولد هو الدجاج هاي من الدب تعال كنا مقرين فقره السيطره سمعت امسك يا قادر قادر يلا يلا رد رد خلاص اوكي الريحه
يا ولد ريحته مقلقه خربان. يا عمي لا تطقطق علي. الله يعطيك العافيه. والله خلنا نجلس قبل لا يذن المغرب. تعال تعال عندي تعال. خلاص يلا خلص اشلي اشلي. اليوم بس وكان يبي يتعرف عليكم. يا عمي صار لي 4 أيام احنا متعرفين عليه خلاص. يا عمي شوف الدين. والله مقاطع اكثر مني في اليوتيوب. شوف الدين. اكثر مننا ذا. تدري؟ يلا يلا كعبول يلا حقول هذه كلها منك تكفى لا احد يزعله والله لا تبي والله يضحك شل القهوه شل القهوه يا خلي القهوه ترى ادمي والله ما عاد اشرب منها ترى ادمي اوكي ما شاء الله عرفناك الادمي امسك هات قهوه خليه يشرب امسك قهوه يا حبيبي ترى صغير امسك امسك هذا من شيوخ الدببه يا حبيبي جايك من امريكا منين جاي ذا امسك هذا اسيوي صنيع جايك من بنجلاديش شيوخ الدببه لا 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 فؤاد انت بالله خلاص امسك رجيله امسك رجيله يبغى يلعب يا عيال زعلته والله يبغى يلعب دا دا يا نون دا اقول لها يا ابنتها عليك بس تعال 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 اشرب اشرب انا امك تعال اشرب اشرب تعال اشرب 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 خليني اشرب عبد الله اخ نور الله لا يبارك فيك ما زعله بس الدياب زعلته اوريك تعال تعال بيلعب ولد معي هاي على مشراق والله ندروا على الشيف انا مشراق قاعد يجوني اخر من الدراع اخ نور لا تبي كل يقلع فيك الصابر راح اللي يقول اللي قبل يخوف يا عيال والله يا عيال الله يسلمك والله لو امك والله لو تمكن منك والله ها لا تمكن منك والله انه يبيني شفته يا طلال امس مقرط فيني يا عيال انا امس كنت متزاعل من عيال مصلحنا اشتريت لبس بكره عندنا تمرين في العصر اللي بيحضر يجي هنا يا عمي فكونا ذاك فم النار الله يقلع فم وجهي انت يا اخي صلوا على رسول الله الرجال ما يصير يا محمد متزاعلين كم يوم سباق لا جنبك يا جمل روح ابوك يلا خل خل كنت شغل كعب يلا شغل الناس شغل معزم مليان يلا كنت راب لا شغل معزم مليان ايه انجاني ترى والله ترى هو يخش جو ترى وضعه تمام بالله شغل معزه مليان كنترول ايه لا يعض يده خله جا لهم ميكروفون الحين يعض يده ايه نقص ميكروفون تعطيه يا ولد داير والقطر جابك وجهي يا ولد الله يرجيك كبت عليه قهوه مع رجال كبار ترى ترى قرط في بحور عضه يلا اذا طلع الصوت ذا يبقى هو خلاص يلا وديه ودي بيته يلا كعبول يلا لا لا يرضى يرضى يدي يلا كعبول يلا يلا كم الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله وما بعد آمنت بالله رب دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. يلا راضي ابو عبد الله. هلا محيه سلامك. طيبين كيف الحال؟ شلونك؟ طيب يلا حيهم. الله يرضى عليك. سلامك. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا تراصوا استقيموا سووا الصف سدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا 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 الله. لا إله لا إله الله لا إله إلا الله.
شرفتنا الله يحييك. كيف صحتك؟ عساك بخير. طول عمرك وشكرك. سلامتك سعيد ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك ويسلمك. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا. عساك بخير. طيب ان شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. يا هلا. فيصل بن شهاب من الكويت. ونعم. الله يسلمك. شلونك؟ شو الاخبار؟ عساك بخير. طيب ان شاء الله. الله يحفظك ويطول عمرك. طيبين والله. يسلمون عليك. الله يحفظك. يا هلا. يا هلا وسهلا. كيف حالك؟ طعمك عساك بخير. طيب ان شاء الله. شلونكم؟ عساكم بخير. طيبين ان شاء الله. اموركم طيبه. الله يحييك. هلا ومسهلا. كيف حالك؟ اشتقت. طيبين اخبارك؟ والله نسمع صوتك. الله يرحم والديك. طول عمرك. الله يسلمك. شلونكم؟ شلون اموركم؟ طيبين ان شاء الله. الساعه المباركه. الله يبارك فيك. شلونك؟ شلونك؟ طيب. شلونك؟ شلونك؟ ان شاء الله. شلونكم؟ عساكم بخير. طيبين ان شاء الله. مرتاحين؟ نعم. السلام والرحمه. يا هلا اهلا وسهلا. سلامات من لك يا راحت كلها ذكريات. طيبين ان شاء الله. يلا عليك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. عليكم السلام. مرحبا. شلونك؟ الله سهلا. شلونك؟ عساكم بخير. طيب ان شاء الله. شلونكم؟ اهلا وسهلا. طيبين ان شاء الله. هذا محمد بن زيد. تسنى بس. يا هلا سهلا. شلون طعامك؟ عساك بخير. طيبين ان شاء الله. شو الساعه المباركه؟ الله يرحم والديك. الله يسلمك. خليه ارحب. الله يحييك. عبد الحميد شلونك؟ ساك طيب؟ كيف الحال؟ شلونكم؟ نطلع لك ثاني بطلع هذه عشان نضبطها. ايه خلاص ضبطت لك. في بس مبادره بسلمها. خلاص في قد اجازه بس يبغى لك كتابه. خمس دقائق بس. خلي بعد العشاء. المشكله هم قالوا بعد المغرب تسلمها. والشباب كانوا المشكله لازم حضوركم. كان كل واحد منا مكتفي في الثاني. ولا تدري ابى اكتبها عندك. عندي اي خالف عندنا هو. هلا بيت الحكمة. نستنى شيخ. المشراق. المشراق الحين المشراق هو اللي جنب بيت الحكمة صح؟ ايه. المشراق اللي جنب بيت الحكمة. الشيخ الدكتور سعد السبر. السلام عليكم. الله حياك. شلونك طيب؟ القاري محمد البراك من الكويت. والله 70 هذيك ذوبنا والله وحنا هنا. الله اسمع صوتك ما شاء الله تبارك الله. الله يرحم والديك. يسلمك يا رب. طول عمرك. الله يسلمك. شلون اموركم؟ طيبين ان شاء الله. ما تلاقيته بالكويت قبل؟ لا والله. اقول امدح يا ابو شافي. اي خلاص اليوم الكويت موجودين. ريحه اهلي مثل ما يقولون. اي والله. الله يسلمك. خليك. شلون اموركم؟ طيبين ان شاء الله. عساك مبيضها بس هنا. اي بد زين الحمد لله. طيب خلينا ننتظر الشيخ بس عشان وين شيخ القريه من الاسبوع ذا؟ الشيخ يقابل متصلح. عندك؟ لا مو بنت ان شاء الله. الا والله صدق والله. اي والله ما شاء الله. عندي والله ناويهم باسبوع اقسم بالله. كفو كفو. جاب نسبك وجاب الشيخ معك. دامك الشيخ. يلا تسلم. الله يرحمه. يسر الله امورك. دامك شيخ والشيخ مع الشيخ. الله يرضى عليك. وعليك زوج انا شيخ الدراهم وشيخ العلم. الله 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 هذه ولا والله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحمك. جت الحميه اهل الكويت. اي والله ما يحتاج. انا والله من دخلت وانا من اصلا من قفاع دريت انك. بالله عليك. اي والله. يا مرحبا والله الشيخ محمد. الله يسعد مبارك. الله يبديك ابو حور. يا هلا يا هلا وسهلا. الله يرحم والديك. اي ما يحتاج بس فيصل الحين. ما يحتاج. هو عبد السلام الشرايش. البودي جارد ما ادري الحين وياي. في طقطقه في مايك مقفل. الله يسلمك. اسمع الحين ابي حور يا ابو عبد الله. ابي حور؟ ابي حور. على حسب اذا كان جار مجرور وكذا. ابي وامي انت يا رب. اي طيب. شلون تبغى يجي من عندك؟ كيف حالك؟ الله الوالدين شلونك؟ نعم والله. الحمد لله بالراحة. الحمد لله. شلونك؟ ساك طيب؟ الله يرحم والديك. طلال شو اخبارك؟ ساك بخير؟ الله يسلمك. ابا شلونك طيب؟ كيف الحال؟ تفضل يا مرحبا بك. الله يسلمك. يلا حي. الله يبقيك. شلونك طيب؟ توني مسعور اليوم. سلامتك. والله عضني الدب. لا يا اخي دبوا عارفين حرام عليك. يلا انتظركم. يلا مرحبا. والله هو مسعور. والله والله برد والله. ترى انا يوم جيت هنا كان عليهم صيف. الحين شبر. انت متى جيت هنا؟ من 60 يوم 70 يوم. لا ثلاث شهور. وين جاي؟ جاب الصيف يعني. ثلاث شهور. اي بالصيف. الله يستعان. وين عايش انت؟ لا ناس برد بردت الكويت جمدت. انت تقول لي امطار امطار وثلوج. وين المشرق ولا هنا؟ هنا في المشرق. لا بحور يا شباب. هنا يا شباب بحور بيختصرها. لا بحور تعال هنا في المشرق.
وين الشباب؟ فتحوا لنا سبيكر. علموني باختصر طب من دار. شباب شكلهم رايحين بيت الحكمة. شباب جلستنا في المشراق جعلكم تسلمون. يا مرحبا يا مرحبا ضيوفنا. مرحبا بك والله يا شيخ. يا هلا يا هلا. ترى الله انت تشيل لي الطاولة ذي بس تبعدنا عنها. الله لا يهينك يا حبيبي. ان شاء الله قرب. يا مرحبا. الشيخ وين بيقعد الشيخ؟ الشيخ هنا وانت هنا كلكم واحد. الله يحييكم. لا مو كنا برد. لا لا بالعكس الجو زين. يا مرحبا يا مرحبا ضيوفنا. الله يحييهم. الله يرحم والديك. الله يسلمك خليك. هلا وغلا. يلا يا شباب وين وين الضيافة وين؟ ها؟ تكفون في ضيوفنا تكفون. لا تفشلونا تكفون. عيض الله يجيكم والله انكم كفو ما يحتاج. الحضور الحضور ترى اذا تاخرت دقيقتين خصم 500 نقطه 500 ريال ها. ارحب يا شيخ سعد. يا مرحبا يا مرحبا تفضل يا شيخ. يا مرحبا مليون نور عافية الله يحييك تسلم. يا مرحبا ضيوف اهلا وسهلا. تسلم بعمرك. بس بس ارحب وترحب المطر. لا انت سيد الله وجهك. تسلم الله يرحم والديك. يا هلا يا هلا باللي